ندخل على جزئية تانية مهمة جدا، اللي هو السكيلينج تكنيك. اقدر اقسمها لنوعين في التطبيق، يعني عشان اقدر اعمل امبلمنتيشن او تطبيق بالفعل، عندي طريقتين مهمين جدا. الطريقة الاولانية اللي اسمها كومباريتيف سكيلينج. كومباريتيف ومن اسمها كده باين ان في كومباريزون، يعني بقارن ما بين شيء وشيء، ايتم وايتم، في مقارنة ما بينهم. وفي عندنا الطريقة التانية اللي هي النان كومباريتيف سكيلز، اللي هي ايه؟ انا مش بقارن، انا بقيس الايتم لوحدي. فانت عندك الكومباريتيف سكيلز زي ما هنشوف دلوقتي، في عندك البيرد كومباريزون، رانك اوردر، كونستانت سم، وفي عندك انواع اخرى زي الكيو سورت واذر بروسيديرز. في عندنا النان كومباريتيف ودي مهمه جدا، هنتكلم على الكونتينوس ريتنج سكيلز، هنتكلم على حاجه اسمها الايتمز ريتنج سكيلز. والايتمز ريتنج سكيلز في نوع مهم جدا جدا، واعتقد كل الاعزاء اللي اشتركوا فيه عمل مثلا بحوث ودراسات اكاديميه ام بي اي ودي بي اي وما شابه، اتعرضوا كتير لموضوع الليكرت. الليكرت دوت واحد من السكيلز المهمه جدا، ازاي بقيم بيه الكوتشينير بتاعي. في عندي حضرتك في حاجه اسمها سيمانتيك ديفرنشال، في ستيبل، نوع من انواع الايتمايزد ريتنج سكيلز اللي هي نون كومباريتيف. يعني نون كومباريتيف يعني مفيش مقارنه ما بين ايتم وايتم، لا ده الايتم بيتم قياسه لوحده. لو حبينا نعمل مقارنه ما بين الكومباريتيف سكيلز وما بين النون كومباريتيف، انت عند حضرتك الكومباريتيف سكيلز يعني بقارن، عباره عن انفولف دايركت كومباريزن اوف ستيمولس، في ستيمولس معين، ستيمولس اوبجكت، بقارن ما بينه وما بين حاجه ثانيه. Comparative scale data must be interpreted in relative term and have only ordinal or rank order properties. يعني أنا هنا في Comparative scales نتيجة إن عندي أرقام في مقارنات، آسف، فعند حضرتك الطريقة اللي هي الأوردينال، دي الطريقة اللي غالبا أنا بعتمدها في Comparative scaling. عندنا الطريقة الثانية اللي هي Non-Comparative scales. Each object is scaled independently of others in the stimulus set. The resulting data are generally assumed to be interval or ratio scaled. يبقى عادة الطريقة non comparative أنا بستعمل فيها الانترفال، يبقى فيه مقياس مثلا من 1 لـ7 زي ما شفنا، أو من 1 لـ10 أو من 0 لـ100 زي ما هنشوف، أو بتكون الطريقة الريشيو اللي هي الأرقام الحقيقية الواقعية اللي تم تحقيقها عشان دراسة الظاهرة دي. لو بصينا على الكومباريتيف سكيلز تكنيك، هناخد اول واحده خالص اللي هي البيرد كومباريزون سكيلز. بيرد كومباريزون سكيلز يعني ايه بقى؟ بيرد كومباريزون سكيلينج، احنا عندنا بيكون في ريسبوندنت از بريزنت ويز تو اوبجكت اند اسك تو سيلكت وان اكوردنج تو سام كريتيريا. يكون عندنا راجل، الراجل ده راجل او سيده طبعا، يعني الشخص دوت بيكون قدامه 2 ايتم، تمام، وبنقول له اختار الافضليه بالنسبه لك بناء على كرايتيريا معينه. داتا اوبتيند ار اوردينال ان نيتشر، في رانك، في افضل وفي اقل افضليه. بيرد كومباريزون سكيلينج از ذا موست وايدلي يوزد كومباريتيف سكيلينج تكنيك. اكتر يمكن نوع من انواع الكومباريتيف سكيلينج هي البيرد كومباريزون سكيلينج. Under assumption of transitivity it is possible to convert بيرد comparison data to rank order. من السهل جدا ان انا اقدر احول بطريقه طبعا احصائيه وحسابيه، بنحول البيرد كومباريزون دي للرانك اوردر. فالرانك اوردر او زي ما احنا سميناها الاوردينال دي يمكن اكتر استعمالا في طرق الكومباريزون. تعال كده شوف معايا المثل دوت. الانواع اللي قدامنا دي انواع من الشامبوهات. عند حضرتك حاجه اسمها مثلا الهير ماك، الفاينيس، الفايدل، الهيد اند شولدر، البيرت، تمام. احنا حطيناهم 1 2 3 4 5، وحطينا برضو نفس الاسكيل، هم نفس الاسامي مرة تانية على الافقي والراسي. فانا بقارن الهير ماك، طبعا مش هقارنه بالهير ماك، يعني حاجة واحدة، هقارن الهير ماك بالفاينيس، اقارن الفاينيس بالهير ماك مثلا، وهكذا. يبقى انت عندك هنا الجدول دوت فيه الجزء الرأسي والجزء الأفقي. انا بحط الخمس انواع من الشامبوهات وابتدي اقارن، بدي واحد لما بيكون ده افضل من ده. افترض ان انا اخترت مثلا هيد اند شولدرز افضل من الهير ماك، فانا بدي له واحد. طيب نفترض ان انا احط الفايدل قدام
الهيرماك، فانا بديله صفر لو هو مش افضل يعني من وجهة نظري. فالفكرة انك عندك مقياسين، عندك الواحد وعندك الزيرو. one in a particular box means that the brand is in the column was preferred over the brand in the corresponding row. لكن الزيرو لما بحط زيرو means that the row brand was preferred over the column brand. يبقى انا عندي زي ما اتحرك كده جدول، هو ادي الجدول اهو قدامي، وعندي خمس انواع من الشامبوهات. اي ايتمز بقى، طبعا مش لازم يعني شامبوهات، اي حاجه انت عايز تعمل مقارنه ثنائيه، لان المقارنه دي راس براس راس براس. انا بقارن الهيد اند شولدرز بكل انواع التانية، بقارن البرت بكل انواع التانية، بقارن الفاينيس بكل انواع التانية، وهكذا. لما بيكون النوع بتاعي هيد اند شولدر مثلا، نفترض ان هو افضل من الانواع التانية من وجهة نظري، فانا بدي له واحد زي ما حضرتك شايف. تعالى كده نشوف الهير ماك. لما بقارن الهير ماك بالفاينيس انا بدي له واحد من وجهة نظر اللي هو الراجل اللي ايه اللي اختار يعني الهير ماك، وقارنه بالفايدل والله هو شايف انه افضل. طب الهير ماك بالهيد اند شولدرز، لا هو شايف انه مش افضل. الهير ماك مقابل بالبيرت، اداله واحد. فادي كده واحد واحد واحد، ادي كده عندي الهير ماك اخد ثلاث مرات افضليه مقارنه بالاخرين. تعال نشوف الفاينيس، تعال نشوف الفايدل، تعال نشوف الهيد اند شولدرز، تعال نشوف البيرت. بعد ما جمعت الارقام وشفت الافضليه مقارنه، خلي بالك ان هو ده الاساس بالنسبه لي، وانا هنا بقارن بالحاجات ديت، يعني ده الاساس. الفيرتيكال هو الجزء اللي هو اللي انا حاطه في الاعتبار، اللي بقارن ما بينه وما بين الجزء اللي في الكولم يعني. زي ما حضرتك شايف لما جمعت الوحايد والاصفار، لقينا ان حاجه زي الهيد اند شولدرز مقارنه بالاخرين ده واخد اربع قيم، واحد 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 واحد. يعني من وجهه نظر الريسبوندنت هو شايف ان هو ده افضل من كل الانواع التانية، فاديته رقم اربعة، في حين ان الهير ماك اخد ثلاث وحايد، الباقيين الفاينيس اخد اثنين، الفايدل اخد زيرو، البيرت اخد مرة واحدة بس. فمن وجهة نظر هذا الريسبوندنت شايف ان الهيد اند شولدرز هو الافضل من كل الانواع التانية، واداله زي ما حضرتك شايف كده ايه اربع تقييمات، كان افضل من كل الباقيين. فدي الفكرة. يبقى انت هنا عملت مقارنة راس براس، بيرد كومباريزون سكيلينج، تمام. من ضمن يمكن التطبيقات المشهوره جدا في الطريقه ديت اللي هي البيرد كومباريزون سكيلينج، اللي هي التيست تيستينج. تلاقي كده لما مثلا شركه زي شركه ليبتون منزله نوع جديد من انواع الشاي، او شركات بقى كوكاكولا وبيبسي ومش عارف ايه، الحاجات دي لما بتنزل نوع جديد فعايزه تعمل مقارنه ما بينه وما بين الانواع المنافسه في الماركت، فتبتدي تعمل تيست تيستينج، تمام، وتجيب ريسبوندنت عدد معين من الاشخاص اللي هم يعني اصحاب خبره في النكهات وكده، وابتدي تاخد رايهم. طبعا المنتج بتاعها والمنتج الاخر اللي هو الكومبيتيتور بيكون انون الاثنين، على اساس ان الموضوع ما يكونش فيه اي نوع من انواع البايز اللي هو الانحياز. فالطريقه الاولانيه واكثر انتشارا في طرق الكومباريتيف سكيلينج تكنيك اسمها البيرد كومباريزون سكيلينج. تعال نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية بنسميها rank order scaling. rank order scaling. respondent are presented with several objects simultaneously and asked to order or rank them according to some criteria. برضو بحط كريتيريا معينة، وبيكون عندي أكتر من item، وببتدي أعمل لهم ال ranking أو الترتيب من وجهة نظر طبعا ال respondent يعني. It's possible that respondent may dislike the brand ranked in ranked one in the absolute sense. ده شيء طبيعي، ممكن يكون رقم واحد. نفترض هنا ما عندي معجين أسنان، رقم واحد كريست. طب أنا عمي مش بيعجبنيش كريست، فمش لازم أحط رقم واحد في الرانك. أنا عندي هنا 10، فهبتدي أحط الأرقام بتاعتي حسب تفضيلات الشخصية. Furthermore, rank order scaling also result in ordinal data. بيديني طبعا ordinal data في الآخر، لأن أنا قدامي لهي الأنواع المختلفة من معجين الاسنان، فانا ابتدي احط بقى والله مثلا انا بعتبر سيجنال ده رقم واحد، فاحط واحد. احط بعد كده الكلوز اب مثلا رقم اثنين، احط كريست بعد كده ده رقم ثلاثة، احط كولجيت ده رقم اربعة مثلا. دي وجهة نظري، حضرتك ممكن تختلف معايا. فالرانك اوردرنج سكيلينج دي داتا بتديني الستايل، الداتا بتاعتها بتديني الاوردينال داتا. عندنا كمان طريقه ثالثه اسمها الكونستانت سام سكيلينج.
constant sum scaling. يعني ايه constant؟ يعني انا مثلا بجيب البراند بتاعي زي التويلت سوب، تمام، واحط الفيتشرز بتاعته. ايه المميزات اللي بتميز هذا النوع من انواع السوب؟ طبعا انا بحط انواع مختلفه من السوب عشان اقارن يعني. فهتكلم على صفات السوب، الصابون والله هتكلم على مثلا الجنتلنس، الفوم بتاعه، الشرينكج، البرايس، الفريجرانس، الباكجينج، موتشرايزنج، الكليننج باور. دي الايتيمز بتاع التقييم، الكرايتيريا بتاع التقييم الايه، الانواع المختلفه من السوب. وابتدي كده احطهم مع بعض وبحط في الاخر رقم 100. يعني في الاخر الصم بتاعي لازم هيبقى 100 لكل الايه، لكل انواع اللي انا بقيمها او بيتنافسوا قدامي. السوب مثلا رقم واحد النوع الاولاني، والله انا اديت البرايس بتاعه افضليه خالص 53 مثلا، في حين ان نوع تاني من السوب اديت البرايس فيه فقط 17، النوع الثالث اديت البرايس فيه فقط 9، لان هنا عندي البرايس مثلا افضل. طب لو اتكلمنا مثلا على الموتشرايزنج افكت او الكليننج باور، تعال نتكلم على الكليننج باور. انا اديت النوع الثاني اللي هو سيجمنت 2 دوت اديته 60 في الكليننج باور، هو قوي جدا في عمليه الايه، التنظيف مثلا، فهو لقيت ان هو افضل في النقطه دي. في حين ان السيجمنت الاولاني النوع الاولاني من الصوب اديته 13، السيجمنت الثالث اديته 15 فقط. فاحنا هنا بنقيم على اساس ايه؟ ان كله لازم في الاخر هيساوي 100، لكن انا بدي ويت وزن معين لكل كرايتيريا من الكرايتيريا. يبقى عندي هنا ريسبوندنت الوكيت كونستانت سام اوف يونت ساتش از مثلا نفترض ال 100 يونت two attributes of product to reflect their importance. انا شايف ان الامبورتنس بتاعي مثلا البرايس ده اهم حاجه، واحد تاني شايف ان الكليننج باور ده اهم حاجه، واحد تالت شايف والله لا انا شايف ان الموتشرايزنج افكت بتاع الصوب دوت بالنسبه لي الاعلى، وهكذا. if an attribute is an important the respondent assign it zero مثلا بوينت، ممكن يديها لي الاتريبيوت ده او الصفه دي زيرو وما تهمنيش خالص. if an attribute is twice as important as some other attribute it received twice as many point. يعني وجهه نظر والله الراجل، يعني مثلا شايفين هنا الباكجينج هنا مديها 7، الكليننج باور مديها 13 قرب الضعف تقريبا، هو شايف ان الكليننج باور اهم بكتير من الباكجينج، يعني بالنسبه له الباكجينج اقل اهميه، وشايف ان الفوم والشرينكج اقل واقل. يبقى دي طريقة أخرى للكومباريتيف سكيلينج. طيب لو حبينا نعمل يعني كده تجميع للمميزات بتاعة الكومباريتيف سكيلينج، احنا اتكلمنا على ثلاث أنواع. الأدفانتج بتاعتها بيكون في small differences between stimulus object can be detected، يعني حتى لو في فروقات بسيطة خالص ما بين الستيمولس أو الحاجة اللي أنا بعملها لسكيلينج، الديفرنس ده موجود، فحتى لو صغير يعني فنقدر أعمله زي ما قلت لحضرتك إيه، determination حدده. same known references point for all respondent. انا بحدد ايه ارقام معينه او يعني value معين لكل reference point easily understood and can be applied. ودي نقطه مهمه، فكره ان انا احط scaling للاشخاص اللي هيردوا على الكوتشنير بتاعي او السيرفي بتاعي ان يكونوا فاهمينه، دي نقطه مهمه، لان في احيانا كوتشنير بنشوفها او سيرفي مش مفهومه للشخص اللي بيعملها. انا بيديني مثلا كوتشنير افترض من 3 4 ورقات فمش فاهم السؤال، هقوم ضارب اي رقم وخلاص، فده بيقلل على الريلايبيليتي والفاليديتي بتاع الكوتشنير. فالطرق دي سهله في عمليه فهمها وان الريسبوندنت يقدر يرد عليها. مميزاتها كمان من المميزات انفولف فيور ثيوريتيكال اسامبشن، مفيش افتراضات بقى كده ايه نظريه اللي هي ممكن برضو تعمل نوع من انواع عدم الفهم عند المتلقي. tend to reduce the halo أو the carry over effect from one judgment to another. أحيانا بعض الأشخاص بتعاني من الهالو effect أو the carry over effect. يعني إيه؟ يعني إن أنا على سبيل المثال نفترض إن شفت مثلا واحدة جميلة جدا جدا، تمام، الشخصية دي اللي هي جميلة في الشكل، هل ده معناه ان هي مثلا بتكون ارائها سديدة في الامور الاخرى؟ لو اخدت رأيها في امور اخرى هل ممكن مثلا دوت يبقى يعني رأيها معتبر ولو يعني مصداقية كبيرة؟ في ناس بتقع احنا بعض يعني تحت هذا التأثير،
نشوف شخص وسيم او لابس شيك قوي او مش عارف ايه، فنعتبر ان كل اراءه سديده في كل حاجه مش بالضروره خالص، فده بنسميه الهالو افكت. والكاري اوفر افكت حاجه قريب منها بس على مستوى الاكسبيرمنت. افترض ان انا بعمل اكسبيرمنت بطريقه معينه او عملت تجربه بخطوات معينه وفي توقيت معين، طب لو حبيت اعمل التجربه دي قريب منها شويه بمعايير اخرى، هل نفس التاثيرات والنتائج والريزلت والعوامل المؤثره هل هتكون هي هي؟ لا مش بالضروره خالص. يبقى واحده من المميزات بتاعت الريلاتيف بتاعت الكومباريتيف سكيل ان هي بتقلل من تاثير الهالو او الكاري اوفر افكت على عمليه الحكم. طيب بالنسبه للديس ادفانتج بتاعت الكومباريتيف سكيل، هي اوردينال نيتشر، يعني هي ما بتدينيش فروقات كبيره، مجرد بس بعمل رانكينج، ده رقم واحد، ده المرتبه الثانيه، ده المرتبه الثالثه وهكذا، لكن ما بتقدرش تديني يعني الفروقات الحقيقيه، والله انا شايف ان ده مثلا ضعف ده في الكواليتي، مش قادر احكم بكده. هي مجرد بتديني رانكينج، ده واحد اتنين ثلاثه، لكن مش لاقي الفرق اللي ما بينهم او القيمه الحقيقيه في الافضليه. inability to generalize beyond the stimulus object scaled. انا ما اقدرش ان انا يعني اعمم كل النتائج دي على اي حاجه، هي مرتبطه بس بالايتمز اللي داخل في عمليه الكومباريزن. نفترض ان انا مثلا بقارن ما بين خمس ست انواع من الصوب مثلا، يعني طيب في نوع سابع وثامن وعاشر في الماركت، هل هم داخلين معايا في السكيلينج ده؟ لا، انا فقط عامل سكيلينج على الانواع دي المحدده، والتجربه او الريسيرش كان داخل فقط هذه الانواع المحدده، ما اقدرش اعمم يعني النتائج على كل الايتيمز الاخرى.